وصلنا على المساحة الطبية بفقرات برنامجنا لليوم وموضوعنا عن شلل الأطفال الذي يصيب الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى، وتؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى إلى شلل عضال. أكيد آخر التصريح عن منظمة الصحة العالمية وقالت إلى انخفاض حالات الإصابة بشلل الأطفال بمعدل 99% من عام 1988. رح نضوي على هالموضوع أكثر مع الدكتور فادي قصيص مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة. مشاهدينا كمان إذا بتحبوا تتواصلوا مع الدكتور للمشاركة بهي الفقرة اتصلوا على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. صباح الخير لك دكتور. بداية خلينا نتعرف شو هو شلل الأطفال وأعراضه؟ الحقيقة شلل الأطفال من أخطر الأمراض التي يمكن أن تصيب الأطفال، مشان هيك تاريخ البداية بلقاح شلل الأطفال من 78 هو عبارة عن إصابة فيروسية، فيروس شلل الأطفال بأنماطه ثلاثة اللي هو النمط الأول والنمط الثاني والنمط الثالث. الفيروس بيدخل إلى الإنسان معوياً، بيرتبط بمستقبلات على مستوى الأمعاء، بيؤدي إلى تظاهرة عصبية أساسية واللي هي الشلل الرخو واللي بيظهر بالأطراف السفلية، وللأسف أنه المستقبل تبعه هو إما الوفاة أو الإعاقة. وطرحه بيتم بشكل أساسي عن طريق البراز، مشان هيك العدوى والسراية بتكون بهذا الموضوع. نعم دكتور، أنا بدي أذكر كمان بأرقام الاتصال اللي بيحبوا يشاركونا بهي الفقرة، يتصلوا على الرقم 44-37-307. رح عيد الرقم 44-37-307. أكيد نحن عم نحكي عن شلل الأطفال، خلينا نتعرف كمان دكتور الأعمار اللي بيصيبها، أي طبعا مناطق بالجسم ممكن أنه نبلش فيها، الأسباب اللي ممكن تكون وراء هذا المرض؟ الحقيقة مثل ما قلنا هو مرض للأسف هو يصيب الأطفال، مشان هيك نحن الفئة المستهدفة تبعنا هي الأطفال من عمر اليوم لعمر الخمس سنين لحتى نقدر نعمل وقاية لهدول الأطفال. طبعا العدوى والسراية فيها قوية، لكن في عدوى؟ طبعا بصير عدوى بلقاح شلل الأطفال. لكن نحن كيف فينا نحمي حالنا؟ فينا نحمي حالنا باللقاح. اللقاح لما بنرفع مناعة الأطفال مهما كان في سريان للفيروس، فأنت بيكون جسمك عنده قوة وعنده مناعة، فما بتنصابي حتى لو كان الفيروس مطروح بالبيئة. فمشان هيك مثل إنسان مقرب وزار رفيقه، إذا رفيقه عنده مقاومة ما راح يقرب مثله، لكن إذا ما عنده مقاومة فاحتمال إنه يقرب مثله. مشان هيك نحن بنكون مصممين على طول على الأهالي إنه حملات الشلل هي اللي بتعطي مناعة، هي اللي بتعطي مقاومة. نعم. والحمد لله أنتم مثل ما كن شايفين بعد 7 سنين أزمة ما ظهرت عنا أوبئة. الأوبئة اللي عم تظهر عنا للأسف هي أوبئة وافدة مثل فيروس شلل الأطفال اللي ظهر بال 2013 واستطعنا القضاء عليه ب4 شهور. صحيح. فهذا كمان من 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 العناصر المهمة اللي بتدل على قوة النظام الصحي وقوة اللقاح الوطني والتطعيم بسوريا. تمام. يمكن دكتور صار في معنا اتصال جاهز. يسعد صباحكم. صباح الخير يا هدى. صباح الخير. يسعد صباحك، تفضلي دكتور معك بتحبي تسألي سؤال. يعطيك العافية، أهلا وسهلا، تفضلي دكتور. بدي اسال سؤال. تفضلي. اللي قريناه على التواصل الاجتماعي من يومين على الاشاعات اللي حول شلل الاطفال وتلقيح اطفالنا، نحن لقحنا اطفالنا، فشو مدى صحه هذا الكلام؟ نعم. شكرا لكم. شكرا يا هدى. شكرا للسؤال. الحقيقه يعني مواقع التواصل الاجتماعي هي مواقع لما بتحكي بمسألة علمية مفروض تكون توخي بالدقة بهذا الموضوع. نحن ما لنا هون بوارد الرد على مواقع التواصل الاجتماعي، بس اللي بدي أقوله أنه لقاح شلل الأطفال لقاح موجود في سوريا من عام 78 رقم واحد. رقم اثنين، حملات اللقاح اللي صارت هي حملات لقاح 22-23 حملة، استطعنا القضاء على وباء الشلل ب4 شهور، فهذا بدل على أنه هو اللقاح فعال وهو اللقاح آمن. الشغلة الثالثة، المناطق الآمنة والمسيطر عليها واللي وصلنا فيها بنسب لقاح فوق 90% عم تلاحظوا ما عم تظهر فيها أي أوبئة لشلل الأطفال، وللأسف المناطق اللي عم تظهر فيها أوبئة شلل الأطفال هي المناطق اللي عم تكون بيد المسلحين واللي عم نمنع من الوصول إليها. فأنا بتمنى من كل الأهالي، في عنا وزارة صحة، في عنا مديرية رعاية صحية، وفي عنا مديريات صحة على مستوى المحافظات كلياتها، وأكيد كل إنسان بياخذ ابنه لعند طبيب الأطفال، هدول مرجعيتكم العلمية، ما يكون وسائل التواصل الاجتماعي
هي المرجعية، لأنه بالأساس الحكي بيكون أحيانا حكي ببلاش وتأثيره هذا. طالما عندنا مصادر علمية بنرجع لمصادرنا العلمية. خاصة دكتور أنه لقاح شلل الأطفال متوفر بسوريا، ومثل ما قلت عم يوصل للمناطق اللي فعلا بيسيطر عليها الجيش العربي السوري. يمكن عم تحكي المدام هدى عن وجود الحالات من شلل الأطفال بمنطقة دير الزور، بمحافظة دير الزور، فدقة هذا الخبر هل صحيح؟ ما عم تقدروا توصلوا اللقاح لهذيك المنطقة؟ طبعا أساسا نحن تلقينا هذا الخبر من خلال فرق الترصد التابعة لوزارة الصحة بوجود حالتين شلل رخو. نحن عندنا فرق ترصد على مستوى سوريا كلياتها، أي حالات شلل رخو من هذا. من وقت ما تبلغنا هذا الموضوع قامت وزارة الصحة بالإجراءات الأولية فورا بإرسال اللقاحات إلى المنطقة والبدء برفع المناعة. طبعا هناك نوعين من اللقاح بيساعدنا على هذا الموضوع، هو لقاح الشلل العضلي اللي فيه الفيروسات الثلاثة اللي بترفع المناعة الدموية، لكن أنا لأحمي باقي الأطفال لابد من اللقاح الفموي اللي بيأثر على المستقبلات محل ما بيرتبط الفيروس. فمشان هيك بنعطي اللقاح الفموي لحتى نمنع سراية المرض. استجابة وزارة الصحة منذ اللحظة الأولى، أرسلنا اللقاحات وبدأنا بالحملات. للأسف برجع بكرر، الفيروس ظهر بمنطقة الميادين بمنطقة اسمها سبيخان، وهي نفس المنطقة اللي ظهر فيها فيروس 2013 البري. هي من المناطق اللي بتسيطر عليها للأسف داعش، مناطق منخفضة نسبة التغطية جدا، ما بتتجاوز فيها التغطية 30%، وبالتالي الإنسان هو الثوي الوحيد أو هو المستودع الوحيد لهذا الفيروس. لما بتنخفض نسبة التغطية بالمنطقة بتنخفض مناعة الأطفال، وبالتالي الفيروس بيقدر يتكاثر، بيقدر يتحور ويتحور لأنواع فيروسات، وبينطرح عن طريق البراز وبيعمل سراية لهذا الفيروس. لكن تعالج الموضوع فورا مثل ما تعالج الموضوع بحملات سريعة لرفع المناعة، وحاليا نحن بصدد إجراء حملات للقاح شلل فموي إن شاء الله بعد العيد مباشرة، في حملتين، حملة الأولانية وحملة الثانية باللقاح الشلل الفموي، وبترافق الحملة الثانية بلقاح شلل عضلي المستهدف فيها الأطفال من 3 سنين، من 3 شهور لسنتين للعضلي، ومن العمر اليوم لعمر 5 سنين باللقاح الفموي. وزارة الصحة عم تشتغل بأقصى طاقاتها ولحتى نقدر نستوعب هذا الفيروس إن شاء الله ونحتوي مثل ما قضينا عليه بأول مرة. أكيد يعني جهود مبذولة من قبل وزارة الصحة ومن قبلكم أكيد فور يعني إعلامكم أنه صار في حالات بدير الزور، طبعا على عكس ما تتناقله الوسائل التواصل الاجتماعي والتهويل يلي عم بيصير أنه صاير في حالات شلل. هو الدواء وصل لمنطقة دير الزور وتم العلاج؟ أول شيء هو ليس دواء، لا علاج لإصابة شلل الأطفال، هو اللقاح. لقاح. نحن أول شيء بدأنا استعدادنا وبدأنا بالاستجابة الباكرة. المناطق اللي عم نقدر نوصل إليها عم نعطي لقاح الشلل العضلي لرفع المناعة، وعم نعطي لقاح الشلل الفموي. الفيروس اللي ظهر هو من النمط بيتو، هلا رح يدخل لقاح البيتو مباشرة لحتى نقدر نرفع مناعة الأطفال. طبعا مثل ما قلنا العضلي رح يعطينا المناعة الدموية، والفموي هو اللي رح يقطع السراية. بهذا الموضوع بنقدر نحاصر انتشار هذا الفيروس بتلك المنطقة، وبنتمنى انه نقدر ندخل على المنطقة اللي فيها الإصابة، لأنه إذا ما قدرنا ندخل وهذا فبده يكون عملية الاستئصال فيها شوية صعوبة. فبنتمنى بجهود كل الشركاء اللي بيعملوا معنا على الأرض ومن ضمن الهلال الأحمر السوري ومنظمات عالمية أنه تكون استجابتنا سريعة ونقدر نقضي على هذا المرض. أكيد دكتور. إن شاء الله معنا كمان اتصال. مرحبا، صباح الخير. أهلين. أم زيادة معنا من دمشق، بدك تسألك. صباح النور. صباح الخير، كيفك؟ رمضان كريم. الحمد لله. بدك تسألي الدكتور شي سؤال؟ إيه إذا سمحتي. إيه تفضلي. مرحبا دكتور. يا أهلا أهلا. أهلا فيك دكتور. بدي أعرف إذا كان بالنسبة عندي ابني صغير يعني 9 سنوات أكله كثير قليل ما بيأكل وبينسى بالدراسة كثير، يعني هو ذكي ذكي بغير أمور، أما بالدراسة كثير يعني أموره تعبانة. ما بينسى بيدرس بينسى، ما عرفان شو بدي أعمل. يعني نعم أم زيادة، يعني أول شيء الله يخلي لك إياه لابنك، وإن شاء الله وإن شاء الله بينجح في دراسته. بس نحن موضوعنا اليوم عن شلل الأطفال، ما بعرف إذا الدكتور بيحب يرد عليك. ما في مشكلة، كوني طبيب أطفال ممكن. إلا موضوع النسيان وموضوع الذاكرة هي يعني موضوع نسبي عند الأطفال بقدرة على التذكر. هلا بينصحوا بالأوميجا 3 بشكل أساسي لتحسين الذاكرة بهذا الموضوع، وزيت السمك والتدريب على القراءة أكثر لحتى يستذكر، يعني ما في شيء. تمام. يعني كان سؤالها لأم زياد حول الذاكرة. خرجنا شوي عن موضوع شلل الأطفال، بدنا نتابع الحديث معك. هل هناك وسائل وقاية لشلل الأطفال؟
الوسيلة الوحيدة للوقاية من شلل الأطفال هو لقاح شلل الأطفال قولا واحدا. نعم. وعندما تقوم الدولة بمجموعة حملات سئلنا أنه لماذا كثرت الحملات، نحن لما بنعطي العضلة جرعة جرعتين أعطينا مناعة دموية، لكن بنكثر اللقاح الفموي، لأنه أنت بهذا الموضوع لما بتكثر اللقاح الفموي فيروس اللقاح فيروس متعايش مع الجسم بقاوم الفيروس المرضي الآخر، مشان هيك بنكثر بما أنه انطرح الفيروس بالصرف الصحي، بنكثر الفيروس اللي بقاوم بتتشكل الأضداد بينطرح بالصرف الصحي بينافس الفيروس الأساسي على المستقبلات، الفيروس الممرض على المستقبلات وبالتالي نحمي. فقولا واحدا وهي التوصيات العالمية كلياتها، الوقاية من شلل الأطفال هو اللقاح واللقاح فقط. نعم. وحاليا الحقيقة منظمة الصحة العالمية تسعى بال 2020 لأنه نخلص من فيروس شلل الأطفال. هلأ في ناس بيقولوا أنه نحن ليش بعدنا عم نستخدم الفموي وإله أخطر. بأوروبا وبأمريكا قضوا على شيء اسمه فيروس شلل الأطفال فانتقلوا فقط للقاح العضلي. نحن بالمنطقة بآسيا وأفريقيا بعد عندنا 3 دول مستوطن فيها الفيروس، أفغانستان، باكستان ونيجيريا، وبما أنه بعده مستوطن الفيروس لا يمكن الاستغناء عن لقاح الشلل الفموي. وبالتالي نحن متابعين بهي الحملة وإن شاء الله موعودين من هنا لـ 2020 نواكب هالنهضة العالمية ونقدر نكون خالصين من فيروس نعم شلل دكتور الأطفال. إن شاء الله. معنا كمان اتصال من وفاء. يسعد صباحك يا وفاء. صباح الخير، رمضان كريم. رمضان كريم، تفضلي بدك تسألي الدكتور. بدي أسأل الدكتور إذا بتريدي. تفضلي دكتور معك. مرحبا دكتور. مرحبا أهلا. عندي طفل عمره 7 أشهر وبالحملة اللي عملتوها قبل هلا لقحته. نعم. بالحملة الوطنية اللي عملتوها لقحته. نعم. كل اللقاحات هلا. نعم. بدنا نرد نلقحه بالحملة الجاية اللي عم تقول عنها. بس في خوف من هذا الأمر اللي عم يحكوا عنه، ما بعرف، نحن تحيرنا. طيب. شكراً وفاء لك. بدي أوجه أول شغلة، لما وزارة الصحة بتعمل شيء اسمه حملة وطنية فبتلقحوا كل أولادكم من عمر يوم لعمر 5 سنين بغض النظر قد ما كان آخذ جرعات، هي الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية، الحملة هلأ اللي بدها تصير يا جماعة هي حملة موضعية فقط لمنطقة ظهور الإصابة فقط. نعم. لا غير. نعم. ونحن رح تكون عنا حملات موضعية وين بيظهر سراية للفيروس رح تكون حملة موضعية، ما لها علاقة المحافظات اللي ما فيها إصابات. برجع بكرر، الحملات القادمة هي حملات لمنطقة دير الزور، منطقة سبيخان فقط، ولا داعي للخوف. وبرجع بقلكم جزء من وسائل التواصل الاجتماعي هي عبارة عن جزء من الحملة والعمليات الإعلامية المغرضة اللي عم تتوجه لشيطنة الأعمال اللي عم تقوم فيها الحكومة لصالح مواطنينا. فمشان هيك بترجاكم عندكم مراجعكم العلمية، عندكم بلدكم، عندكم وزارتكم، عندكم أطبائكم، رجعوا لهم، هنن بيقدروا يعطوكم فكرة واضحة عن هذا الموضوع. يعني صار في حالة قلق وخوف من طبعا أخبار ما ناصح عم تتناقلها اللي هي هدف تحطيم طبعا صمود وإرادة الشعب السوري، ولكن بجهودكم أنتم كأطباء وبالجهود التي عم تبذل من قبل وزارة الصحة أكيد مستمرين. هل هناك فترات معينة للقاح شلل الأطفال؟ خلينا نحكي عنها. طبعا نحن بالنسبة لأن موضوع لقاح شلل الأطفال هو ضمن البرنامج الوطني للقاح، بينعطى بالجرعة 0 عند الولادة، عندنا جرعتين عضليات. وبرجع بنوه هون أنه سوريا من أول الدول المنطقة، أول دول الإقليم التي أدخلت لقاح الشلل العضلي من عام 2008، رغم ظروفنا بالأزمة إلى الآن نلقح مينيمم جرعة عضلية، وفي حال الإمكانية عم نلقح جرعتين عضليات، وبالتابع يعني تقريبا الطفل لعمر السنتين بيكون واصل تقريبا بحدود 6-7 جرعات، وبندعم بالحملات اللقاح الوطني لحتى نقدر نحمي أطفالنا ونبني جيل يكون هو الجيل الرديف للجيش العربي السوري لبناء سوريا المستقبل، سوريا الأمن إن شاء الله. نعم دكتور، أنا بدي أتشكرك على وجودك وعلى أنك طمنت العالم أنه من الإشاعات اللي عم يشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي عم بيتم معالجة الموضوع، وكل الشكر لجهودكم وأكيد لوزارة الصحة. بدي أتشكرك على المعلومات اللي عطيتنا إياها اليوم عن شلل الأطفال. شكرا لك. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية. شكرا. أكيد إلك. كمان بنتشكرك دكتور وبنتشكر المعلومات اللي فدتنا فيها، نورت صباحنا وأهلا وسهلا فيك. شكرا لك. شكرا. وهلا يا زينب.